دايما بيسالوني قبل ما مبدا الحلقه هتعمل ايه الاول يا شيف. طبيعي طاجن باميه باللحمه الضاني، يعني معانا حته لحمه حلوه لازم تستوي الاول علشان نعرفها على باميه طازه. مقاديرها على الشاشه، طاجن الباميه باميه طازه او مجمده مفيش مشكله، بس شوف تاريخ الصلاحيه ولازم تكون خضره من داخل الكيس. معانا لحم ضاني وكمان توم، معجون طماطم وطماطم مضروبه في الخلاط، وبصلة ناعمة، مكعب من الزبدة، كزبرة خضراء، بهاراتنا ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، هي دي المقادير. وللتقديم طبعا أساسي شوية رز بالشعرية. أنا شخصيا أحب الشعرية أكتر من الرز، في قلب الرز ليه؟ الشعرية بيبقى طعمها حلو. في ناس تحب الرز أكتر من الشعرية، في ناس تحب الرز اللي هو حبة وحبة، يعني تبقى حبة شوية رز متحمرين بني ويتحط عليهم رز أبيض، برضو ده ممكن نقدمه مع طاجن البامية. أول حاجة طبعا اللحمة بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده عايزة تستوي بسرعة، فهقولك على طريقة دلوقتي تسهل عليك عملية التسوية بتاعت اللحمة. حلو الكلام؟ حلو. من غير أي بهارات خالص، بتاخدي معلقة زيت صغيرة كده وتحطها في قلب الحلة كده شديدة الحرارة، وما تكتريش الزيت كتير، وناخد حتة اللحمة نعمل لها صدمة نارية من غير أي توابل، كأننا بنشويها، من غير أي حاجة خالص. إيه اللي بيحصل هنا؟ الصدمة دي بتساعد على تسوية اللحمة سريعاً بدون إضافة أي توابل. لازم أسمع صوتها كده وهي في قلب الحلة بالشكل ده كده. هو ده، هو ده، اللهم صل على النبي. نعم، ممكن لحم كندوز مش هتقول لا، بس هي الباميه بنت عم الضاني بيقولوا لي ممكن نعملها بلحم كندوز، وحضراتكم برضو ممكن تسالوا السؤال ده، ممكن مش هتقول لا، بس طبعا باللحمه الضاني احسن بكتير. زي الفل، اقلب حته اللحمه حلو كده مع بعض. شفت اتغير لونها ازاي؟ في حالة تحمير اللحم بحط البصلة والثومة بتاعتي، بس بعد ما تاخد لون شوية. مفيش مشكلة نعمل أكلات للمصيف، مفيش مشكلة، ولكن نصيحة طبعا أكلات المصيف دايما بتكون ما بتتعرضش لدرجة الحرارة أو الجو اللي احنا فيه، يعني بلاش مثلا القشطة، بلاش المربى، الحاجات اللي ممكن احنا نسيبها بره فترة طويلة. التفاح مثلا ينفع يتعمل فروت سلطة مع الفواكه اللطيفة، بلاش الموز لأن الموز طبعا لما بيتعرض لدرجة الحرارة بيسود كتير. كمان بالنسبة للسندوتشات بتاعة الأولاد بلاش أنواع الجبن اللي ممكن تسيح في الشمس أو كده، ناخد الجبن اللي بيبقى عمرها أطول شوية. الخضروات بتاعتنا عندك الخيار، الحاجات دي كلها، ولكن هنحدد يوم إن شاء الله نعمل فيه أكلات للمصيف علشان برضو اللي عايز لسه يروح يصيف. يعني المدارس هتبدأ إمتى يا شفيق؟ في 10 مهاني طب. صراحة أنا ما طلعتش مصيف بصراحة، مش فاضي يعني بصراحة. اللحمة كده بالشكل كده خدت لونها اهي زي الفل. فين البصله يا عم الشيف؟ ادي البصله. الباميه اللحمه استوت، بص عليها كده يا شفيق بالله عليك، شوف اللحمه خلاص هي الصدمه الناريه من غير اي توابل. تقول لك عشان يا سمران يسقيني بصله وتومه، اهو هننزل بالبصلايه الناعمه. حلو، وشويه توم حلوين، كل ده على اللحم. ونبدا برضو نقلبه تاني كده. الفكره ان انا شوحت اللحم من غير اي توابل خالص، والبصلية بتاعتي في قلبيها. دي طريقة سهلة بتساعد على تسوية اللحمة بسرعة، كأنك بتشويها على جريلا. حلوة قوي. نبدأ ننزل بيها يا عم الشيف. طيب، مفيش حد بيحبش البامية باللحمة الضاني بصراحة. شفتوا هنا اللحم خلاص اتحمر، بنزل بمية مغلية كده، يفضل يعني لسه ما حطيتش لغايه دلوقتي ملح ولا بهارات. انا بسوي اللحم في وقت قليل جدا. مدرسه تسويه اللحم بتقول ايه؟ تتغسل اللحم كويس وهي لسه هبره كبيره، او جبتها من عند الجزار متقطعه تغسلها بشويه ميه ساقعه كده عشان مكان اصابع الجزار، مكان البلانشه بتاعته، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كده. وشوحتها في معلقه زيت صغيره لغايه لما لونها يتغير وتاخد شكل الاحمرار. نزلنا عليها بالبصله والتومه، شوحناهم على النار، ونسيب اللحمه تستوي كده عشان ناخد شويه شوربه حلوين. حلو الكلام؟ زي الفل يا عم الشيف. ممكن على فكره تعملي حاجه لطيفه احسن مني، اللي هي ايه؟ بعد ما بتستوي اللحمه كويس كده
بتاخدي منها شويه شوربه وتعملي الرز بالشعريه. ده لو انت في البيت بقى ما عندكيش مخرج وما عندكيش مش مقيده بوقت. اللحمه دي بعد ما تسويها بتاخدي الشوربه بتاعتها وتاخدي منها شويه قبل ما بتنزلي فيها الطماطم وقبل ما بتعملي الباميه بتاعتك بتعملي ايه؟ بتعملي الرز بالشعريه. كده اللحم جاهز بيغلي اهوت زي النار على النار زي الفل. اسيب اللحم ده يستوي واحط لها شويه فلفل اسود دلوقتي واستنى بالملح خالص دلوقتي اهو. نصيحه مني بقى، الباميه ما تحبش بهارات كتير، بهاراتها كمون وكزبره وفلفل اسود بس، هما دول اساسي. نغطيها حلو، نشوف اللحمه مع بعض اخبارها ايه. نبص على اللحمه ايه الدنيا، اكيد استوت، اكيد بقت زي الملبل. اه الباميه بتاعتي كلها، قصدي اللحمه، انزل بالطماطم. ما تجيبوا، ايوه ده هي الصوره، الحته ضاني تعبان عليها ايه. اه وانزل بصوص طماطم حلو زي الفل. وايه الاخبار التوابل بتاعتك يا شيف؟ حط بقى البهارات. الله اهي غلوه، وانزل بالباميه. الباميه دي مش تاخد وقت كبير، خلي بالك. اه الباميه اللي هي زي الويكه، ايه الفرق بين الاثنين؟ الويكه طبعا بتتقطع شرايح لو الباميه طازه وتتفرج بالمفراك. بهاراتك يا عم الشيف. الله اكبر، شويه كمون صغيرين كده، انا بحب كمون مع الباميه، شويه بابريكا حلوين، الملح بتاعنا حلو زي الفل. خلي دايما الملح يعني بالسالب عشان لو انت عازم حد، حماتك بتزورك مش بتحب الملح زياده في الاكل، ما قيتهاش، خليها تاكل، افتح لها نفسها، مامتك عندك وهكذا، لان السن برضو له احترام. خلي بالك مش معناته انك تاكل الملح زياده ولا جوزك ان احنا نحط، لا خالص، ده مهم جدا. الله عليك، حلو. استاذه رحاب بتفكرني معلقه سكر عشان الحموضه، بس تغلي نحط معلقه سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم، واللي عنده مشكله مع الكولون احنا عارفين معلقه السكر بتعالج مشاكل الحموضه، وخاصه مع عصير الطماطم او مع صوص الطماطم زي البيتزا وخلافه. زي الفل، معانا الباميه جاهزه. انا مش هنزل بالباميه غير لما تاخد غلوه، هغطيها. اه يلا مع السلامه. شفت الباميه نازله بتزغرط ازاي؟ بتتكلم مصر، باميه مصريه اصيله. اه تقولي لي بقى ده موجوده في اي مكان؟ ابدا. ادي الاكله اللي واخده التوقيع والشعار المصري، طاجن باميه باللحمه الضاني، علمنا الدنيا كلها عليه. اه بنقلبها. لا ده اللحمه استوت، الكلام ده تشوفه لما ترجع من الكنترول. اه انت ممكن تقعد في البيت ساعتين تاخد لك ايلوله، تنام شويه، تصحى الساعة 6 7 تاكل الطاجن. لا مع الشيف المغازل مفيش الكلام ده يا غالي، انسى. والبامية لونها أخضر، حد يقول لي بقى البامية لونها أخضر ليه؟ مش هيسود ليه؟ محدش يجاوب على السؤال ده خالص. جاوبوني بقى. عايز أسمع إجابة واضحة، البامية لونها أخضر ليه في قلب صوص الطماطم؟ ومش هتسود منك ليه يا شيف؟ إحنا البامية بنطبخها بنلاقيها اسودت، بتبقى زيها زي اللحمة. هنا الخضار باين واللحمة بلونها وكل حاجة بلونها، ليه؟ علل ولماذا؟ كان زمان في الثانويه العامه يجيبوا لنا السؤال، ولا علل ولماذا، تلاقي الاجابه تبنى ثلاث اربع صفحات. علل ولماذا في كلمه واحده، رشه الملح على صوص الطماطم وهو بيغلي. اي ملح ترشيه على ميه بتغلي مع صوص طماطم بيغلي، بيساعد على خضار اللون ونضاره اللون، سواء بروكلي سواء سبانخ سواء باميه. معانا مين يا فندم؟ اه نسيبها تغلي على النار. حلو قوي، طيب نغلي على النار، نغطيها. عند الباميه بتستوي على النار، انا عايزك في المطبخ كده. اه شوف الباميه وجمالها ودلعها، تتكلم مصر. اه الله على الريحه الحلوه، هسيبها اهو، هشيل الغطا خالص اهو. معانا بسبوسه في قلب الفرن، في قلب الفرن، ايه الاخبار؟ تبص عليها بصه كده قبل ما نطلعها، ايه رايك؟ العب. ايه عشان عندي طشه عايز اعملها اسمها طشه الباميه، مش طشه الفته. ايه طشه الباميه يا مغازي؟ كزبره خضراء، تومه، عصرة ليمون. كزبرة خضراء، تومة، عصرة ليمون، ممكن تحط كزبرة ناشفة زي ما انت عايزة. طاسة على النار واستعين بمعلقة سمنة مش زيت اهو، واسيب السمنة تسيح. حلو قوي طاجن البامية، اخباره ايه؟ السمنة اتقدحت، فين التومة يا عم الشيف؟
اللهم صل على النبي. حلو قوي، شفت التوبه دي كده؟ كزبره خضراء اهي. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل، اه الله على الريحه الحلوه. كزبره خضراء وتومه، معانا شويه كزبره ناشفه زي الفل اهي. عصره ليمون، الله عليك، هي دي الطشه، طشه الباميه اهي. ونقلبهم على فين؟ على فين حد يقول لي؟ على فين حد يقول لي وعشق التوابل؟ على الباميه اهي، شايف الريحه الحلوه دي اهو، هو ده. يا ويلي، هنا هنا يا ابن الحلال. لا الباميه هنا بقول لك تاكليني منين يا بطه؟ الله، اللهم صل على النبي. سيبها تاخد غلوه بقى مع الطشه دي كده ونغرفها مع بعض. عشان وقتنا ايه قرب يخلص. ولا خلص؟ حاضر يا فندم. ادي الباميه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تستاهل الطبق الحلو ده. الغالي للغالي، اكله حلوه مكلفه، هبره حلوه، لازم نغرفها في طاجن حلو. اللهم صل على النبي. تحب اغرف كده ولا اعمل ايه؟ قول لي. ولا اشيل الحله؟ حبيبي ايه قول لي بس كده. حبيبي، حبيب قلبي. الله على الريحه، ريحه الطشه، الكزبره الخضراء مع التومه مع تسويه اللحمه الضاني. وتعرفي اللحمه الضاني حلوه من ايه يا شيف؟ من الريحه بتاعتها، العلفه بتاعت الخروف. كان بياكل ايه؟ خلي بالك ليه بنشتري اللحمه من الصعيد والريف المصري الحلو؟ عشان في الصعيد وفي الريف المصري المزارع بتاعت الخرفان بياكلوا علفه، بياكلوا خضره، فبتلاقي اللحم ده بينعكس على طعم اللحمه، خلي بالك. يقول لك الخروف ده جايبوه مثلا او اللحم ده جاي من الصعيد. هنا بقى الفرق. عينيا يا فندم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حالا يا فندم. طبق بس اروق عليه كده عشان طاجن الباميه هنا. انا بعشق اللحمه اللي متغلفه بالباميه وهي مستويه. يا فندم.